جوهرتنا ولمتنا، فيها تورتنا، فيها تقاليدنا، زادت في قعدتنا، فيها سيجار العجين اللي راح نديروه بيدينا. 3 كيلات فرينة، عندنا كيلة تاع زبدة تكون طرية، عندنا شوية ليكستري دو فاني. نخلط كلش وندخل الزبدة في الفرينة ونطم بالماء. كي تطملي العجينة تاعي نخليها ترتاح. بعد ما ارتاحت العجينة جي فلوري لو بلون دو ترافاي بالفرينة، حطيت العجينة تاعي، جي فلوري العجينة، نحلها بالحلال، مفلات رقيقة، مفلات خشينة. لافارس تاعي تكون واجدة، فيها لوز، جوز، حلوة الترك، حلقومة والزبيب. حكمت اللوز تاعي والجوز، حمصتو فوق النار شوية، قليتو، ما درتوش في الكوجح، درتو فوق النار شوية قليتو. كي برد طحنتو بالسكر والحلقومة، طميتو بالزبيب والمزهر وخليته يرتاح. عجينة ما تكونش رقيقة بزاف وما تكونش خشينة. لي سيجار يكونوا بين 10-12 سنتيمتر. نحكم الأولى تاعي، لافارس تاعي راهي واجدة، فيها الحلقومة، هاي فيها زبيب، الجوز، اللوز، طمية بالمزهر، حلوة بالترك. فورمي ان بودا يكون طويل، ماشي حتى ليكستريميتي، باش نغلقو. ندور العجينة، واحد، زوج، وليكستريميتي نعبزهم هكدا باش ما ينحلوش، وندير لو سيجار تاعي. نكرر العملية حتى تخلص لي العجينة تاعي. نديرو، نحضر لو بلاطو تاعي تاع لو فور، يكون مطلي بشوية زبدة، نستف فيه لي سيجار تاعي، نديرهم في الفور، كي يخرجوا نخليهم يبردوا شوية ونديرهم داخل العسل. نديرهم في البلاتو يكون بوغي تاع لو فور، ندخلهم في الفور لمدة حتى نشوف لاباط تاعي حمارت. كي تحمر نخرجهم، نخليهم يبردوا شوية، نديرهم داخل العسل، وتشوفوا لي سيجار تاعنا في طبق التقديم إن شاء الله. تابعونا. لي سيجار تاعنا راهم واجدين بصحتكم وصحتنا.